هنروح لحضراتكم لموضوع تاني مهم جدا، وبنتكلم على مجموعة من طلاب كلية إعلام جامعة الأزهر عملوا تجربة مختلفة في مشروع التخرج بتاعهم، وهو عبارة عن موقع متخصص في الطاقة النظيفة. طبعا يمكن الفكرة دي جات لهم من اهتمام الدولة بمواجهة التغيرات المناخية واستضافتها كوب 27 اللي هو أهم تجمع عالمي لمواجهة أثار التغيرات المناخية. في الوقت الذي يعاني فيه العالم من توابع التغيرات المناخية، أطلق مجموعة من طلاب كلية الإعلام بجامعة الأزهر موقع إنرجي كموقع متخصص في تناول أنواع الطاقة النظيفة وأثارها على المجتمع وقضايا التحول للطاقة النظيفة. يستهدف المشروع التوعية بأهمية الطاقة النظيفة والمشروعات التي تستهدفها الدولة في نطاق تفعيل محطات الطاقة الجديدة والمتجددة لما لها من إيجابيات على البشرية والمجتمع، بجانب الحد من أثار الوقود الأحفوري الذي بات يهدد العنصر البشري بسبب تأثيره على المناخ في السنوات القليلة الماضية. ويتضمن الموقع مجموعة من الأخبار والتقارير والتحقيقات والحوارات الحصرية التي تواكب تطورات العصر الحالي، مع إبراز دور الدولة المصرية في النقلة النوعية في قطاع الطاقة النظيفة وفقاً لرؤية 2030. مشروع تدشين الموقع جاء ضمن مشروعات تخرج قسم الصحافة والنشر للعام الجاري بمشاركة مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر. وتم إطلاق الموقع متضمناً العديد من الفيديوهات والصور والإنفوجراف وكذلك الفيديوغراف للتسهيل في نشر المعلومات التي تخص مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة.